أقصى العاصمة إلى أدناها ومن ريفها إلى حضرها، خرجت مظاهرات معارضي الانقلاب العسكري لتدشن لأسبوع جديد من الفعاليات تحت شعار عودوا إلى ثكناتكم. ففي محافظة القاهرة خرجت عشرات المظاهرات في أنحاء مختلفة تندد بحكم العسكر وتطالب بعودة الجيش إلى ثكناته. أبرز المظاهرات كانت في أحياء المعادي وحلوان والمطرية ومدينة السلام والقاهرة الجديدة ومدينة نصر. هنا في حي المعادي مرت إحدى المسيرات بمنزل أحد ضحايا اعتداءات قوات الأمن، فكان هذا المشهد. قضية المعتقلين كانت حاضرة أيضاً على لسان المشاركين في المسيرات. المعتقلين السياسيين بتعرضوا لأقصى أنواع التعذيب البطيء حتى يصلوا للموت. في محافظة الجيزة خرج معارضو الانقلاب في مسيرات حاشدة في حي الهرم وشارع فيصل وشارع ترسا، بينما قطع مجهولون طريقاً رئيسياً بمنطقة فيصل. مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد وميدان لبنان شهدت مظاهرات ووقفات احتجاجية مشابهة. وفي ريف الجيزة أطلقت قوات الأمن طلقات الخرطوش على المتظاهرين في البدرشين. نحو 500 يوم مرت على الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي، نظمت خلالها آلاف المظاهرات والفعاليات الرافضة للنظام الجديد، والتي لا يبدو أنها ستتوقف حتى يدرك من في السلطة أن هناك أزمة لا يحلها الرصاص وحده.